السلام عليكم. سوف تكون محاضرتنا اليوم عن مايكروسوفت اوفيس اكسل. مايكروسوفت اوفيس اكسل هو برنامج تطبيقي ابلكيشن بروجرام يقدم بيئة عمل رياضية ماثماتيكال واحصائية ستاتستيكال ولوجيكال منطقية، حيث انه يوفر شبكة خلايا بأبعاد هائلة، بحيث انه كل خلية تحتفظ بقيمة واحدة مع إمكانية تطبيق دوال جاهزة أو بناء دوال مركبة يدوياً. كذلك يوفر البرنامج إمكانية ترشيح البيانات فلترينج لإظهار قيمة محددة فقط، أو ترتيب هذه القيم من خلال السورتينج أو البحث من خلال السيرج. كذلك إمكانية ربط قيم خلايا ببعضها بواسطة ما يعرف بروابط اللينكس، أو ربط محتوى الخلايا بملف خارجي من نوع آخر من خلال الهايبر لينك. في البدء سوف نحاول أن نتعرف على الواجهة الرئيسية لهذا البرنامج. أولا ما يعرف بالعنوان الافتراضي لهذه الصفحة. بشكل عام يكون العنوان الافتراضي هو بوك، إن كان بوك 1 2 3 4 إلى آخره. وإذا تم خزن هذا الملف سوف نستطيع عند الخزن إمكانية تعديل الاسم للاسم الذي نرغب فيه. ثانيا شريط الأوامر اللي هي الكوماند بار. كوماند بار هو شريط يحوي الأوامر ذات الاستخدام الأكثر، السبب من ذلك لسهولة الوصول إليها. كذلك من خلال هذا السهم عند الضغط عليه سوف نستطيع إضافة أو حذف مجموعة من هذه الأوامر بما نراه في صالحنا، من خلال إضافة أو من خلال حذف هذه الأوامر. الأشرطة ريبونز، نجد هنا مجموعة من الأشرطة وتمثل قوائم أدوات مصنفة. كل شريط يحوي أدوات مصنفة تحت عنوان ذلك الشريط، بحيث أن هذا الشريط يحتوينا على مجموعة من الأدوات. هذه الأدوات على شكل أيقونات مدرجة ضمن الشرائط، تمثل أداة ذات تأثير مصنف مثل ما قلنا قبل قليل حسب عنوان الشريط الذي تقع الأيقونة في داخله. مساحة العمل، هذه هي ما تعرف بمساحة العمل، هي شبكة ضخمة من الخلايا ذات حدود غير مرئية عند الطباعة. كل خلية يمكن أن تحوي على قيمة واحدة محددة، numeric رقم sample رمز string ناس date تاريخ إلى آخره. كذلك عنوان هذه الخلية، لنفرض ضغطناها هنا، عنوان هذه الخلية سوف تتكون من حرف لاتيني يمثل العامود. ننظر هنا نجد أنها تسمية هذه الخلية هو K6، تمثل العمود، أوكي، متبوع برقم يمثل إيش؟ السطر. فمثل ماذا تشوفون هنا عندنا إيش؟ عندنا K6 العمود السادس السطر السادس. أوكي، الآن سوف نتحدث عن كيفية إنشاء جدول اللي هو التيبل. قبل ما نبدأ يجب أن يفهم المشاهد هذه المحاضرات هي محاضرات مبسطة جدا لناس مبتدئين، لسنا بروفيشنال، وهي محاضرات تم إعدادها حسب محاضرات ورقية سلمت إلى الطلاب، فهذا الشيء يجب أن يكون واضحا. لكي نقوم بعملية إدخال تيبل يجب أولا أن نقوم بتحديد ما هو الغرض من هذا التيبل. فلنفرض أننا نرغب في عمل جدول. يقوم هذا الجدول ب رقم واحد انه ادخال اسماء لثلاث او اربعة طلاب، فواحد اثنين ثلاثة اربعة بالنسبة للطلبة لثلاث مواد، واحد اثنين ثلاثة. الغرض من هذه المواد استخراج المجموع وكذلك الاستخراج المعدل. بعد ان قمنا بتحديد الخلايا من خلال الضغط بالماوس على يعني كليك الأيسر، نقوم بالضغط كليك أيمن ومن ثم نذهب إلى Format Cell، بالضغط عليها سوف تظهر لدينا هذه المربع الحوار. نذهب إلى ما يعرف بالبورنرز، بالضغط عليه نحدد Outline والInside Line ثم نضغط على OK. من خلال هذا نجد أن تكون لدينا جدول بسيط يحوي عدد من الخلايا وحسب ما نرغب فيه. الآن
سوف نقوم بتحديد وكتابة والكتابة في داخل هذه الخلاء. لكن قبل ما نبدأ يجب أن ننتبه على اتجاه الكتابة. اتجاه الكتابة، نحن نكتب بهذا الاتجاه، أوكي؟ يجب أن نفهم، سوف أبين لماذا تم التنبيه على هذا الموضوع. الآن الاسم الأول وليكن مثلاً محمد، من خلال الضغط أما على الأسهم، أوكي، نحو الأعلى ونحو الأسفل، أو من خلال الإنتر، فننزل إلى الخانة أو الخلية التي تحتها لكي نحرك المؤشر، أو من خلال الماوس والضغط. فهنا محمد، هنا علي، عمر، عبد الله. نأتي على تحديد المواد التي نرغب في إضافتها، ولتكن مثلا البرمجة، أيضا هنا البرمجة، الكيمياء، ومن ثم الكيمياء، الفيزياء. أوكي، نحن نرغب في عملية المجموع، إظهار المجموع لهذه المواد، ومن ثم عملية المعدل، إظهار المعدل. الآن نبدأ بالكتابة وين في داخل هذه الخلايا. مثل ما بينا نحدد الخلية ومن ثم نكتب في داخلها، وكذلك بينا كيفية عمليات الانتقال. فلنفرض أننا ها هنا، أوكي، كتبنا هسه هنا، فلنفرض هنا كتبنا البرمجة الأولية للطالب. نجد أن هذه الكتابة قد تعدت على الخلية التي بعدها، فلنفرض أننا رغبنا في كتابة عنوان ها هنا، أي عنوان. نجد أن اسم المادة قد اختفى، اسم المادة قد اختفى تحت هذه الخلية. فكيف نتمكن أو كيفية عمل والعمل على إخراج هذا التسمية بالكامل؟ نقف ما بين ها هنا، مثل ما قلنا باتجاه الكتابة، نحن اتجاه نحو بالإنجليزية، باللغة الإنجليزية. نعيدها، بما أنه الكتابة اختفيت تحت هذه الخلية ونرغب في عملية إظهارها، نذهب باتجاه الكتابة ونقف على نهاية هذه الخلية التي اختفت، دبل كليك، ظهر الاسم بالكامل. هذا رقم واحد التعريف. ولنفرض، فلنكتبها هنا هذا الشيء، ولنفرض أننا كتبنا رقم معين، عند الضغط عليه تحول إلى الصيغة العلمية Scientific Exponential Form. فكيف يمكننا إرجاع هذا الرقم إلى الصيغة العادية؟ وذلك من خلال تحديد الخلية، كليك أيمن، ومن ثم Format Cell، نذهب إلى Number، ومن ثم أيضا بالضغط ها هنا Number، نذهب إلى ما يعرف Decimal Places، ونصفره من خلال الضغط ها هنا على هذا السهم، ونضغط OK، فرجعت لنا أو رجع الآسف الرقم إلى الصيغة الاعتيادية أو الطبيعية. أوكي، لنفرض نحن رغبنا في كتابة عنوان، ها هنا لهذا الجدول. فكيف نقوم بكتابة هذا العنوان؟ أولا نحدد الخلايا التي نريد أن ندمجها بين قوسين العمل، ما يعرف بالميرج، أوكي، ندمجها. ورا ما حددناها نذهب إلى هذا الخيار الموجود في الهوم، نضغط عليه، فاختفت الحدود ما بينها. الآن نستطيع أن نقوم بكتابة العنوان اللي هو لنفرض جدول الدرجات، أوكي، لنفرض اسمه جدول الدرجات. بعد أن قمنا بهذه العملية، الآن قبل أن نقوم بإدخال الدرجات، يرغب الذي قام بتصميم هذا الجدول بعمليات
تحسين الخط، تكبير، إضافة ألوان إلى آخره، وكما تعلمناها في الوورد. أولاً نقوم بتحديد ما نرغب في كتابته وتحديده، وهنا مثلاً نكبره، مثلاً هنا حنسوي 14، نخلي اللون مثلاً بالنسبة إن مثلاً هذا اللون إلى آخره، أوكي. أيضاً نرغب بأن يكون bold، أوكي. كذلك الآن نذهب إلى الجدول، نحدد الصف بعد أن قمنا بتحديده. لدينا مثل ما تعلمنا طريقتين لتكبير الخط، أما بالضغط على هذا السهم واختيار حجم الخط أو من خلال أننا هسه نحاول أن نغير من لون الكتابة الموجودة ها هنا، أوكي، نحولها. ولا ما كملناها، نريد نحول ونغير لون الخلفية الموجودة، أوكي. كل واحد مثلا هسه هنا طبعا هذا، أوكي، نفرض هذا اللون، ها هنا نفرض هذا اللون، تكبير الحجم، نرغب هسه في جعلهم في الوسط من خلال ما يعرف بمحاذاة، وضعناهم في الوسط. هنا نقوم أيضا بتغيير اللون. طلاب الألوان يعني هنا هي يعني ألوان على السريع، لا أكثر ولا أقل، لا حد طالبنا ترتيبات، أوكي. بعد أن قمنا بعملية الترتيب والتعديل، فسوف نقوم بعملية إدخال الدرجات للخلايا. فمثلا الخلية الأولى مثلا درجات بشكل عام، الآن تمم هذه الخانات. لنفرض بعد أن قام يعني يشتغل على هذا الجدول، وجد أنه يحتاج إضافة عمود. هذا العمود أو هذا للمواد. لنفرض أنه يريد إضافة ما بين الفيزياء وما بين المجموع. سوف نقف ها هنا وبالضغط نضغط على كلمة insert، تم إضافة عمود جديد نستطيع من خلاله إضافة المادة الجديدة التي نرغبها. ونقوم الآن بإضافة الدرجات. إضافة الدرجات. نفس الحالة في حالة الصف، نحدد المكان الذي نرغب في إضافة الصف، ومن ثم insert سوف نقوم بإضافة صف جديد لإدخال طالب جديد، ولنفرض إضافة الطالبة زينة. بعد أن أكملنا عملية أو كيفية إضافة الصف وكيفية إضافة عمود، سوف نحاول الآن إنشاء دانا فونكشن لعملية المجموع. هناك عدة طرق. في البداية سوف نحاول أن نقوم بعملية طريقة إنشاء الدالة يدويا. كيف ذلك؟ أولا الخطوة رقم واحد بتحديد الخلية التي نرغب في كتابة الدالة فيها. ثانيا بوضع المساواة.
الآن نبدأ خلية خلية. نضغط على هذه الخلية مباشرة، ظهر اسم الخلية وعنوانها Shift زائد. نضغط على الخلية التي بعدها Shift زائد، ومن ثم Shift زائد والخلية الأخيرة للبرمجة، ومن ثم نضغط على Enter. ظهر لدينا المجموع. نستطيع أن نطبق هذا الشيء على بقية الطلبة أيضا، يساوي ومن ثم تحديد الخلية Shift زائد، نحدد الخلية Shift زائد وكذلك للبقية. أوكي، ونستطيع للكل، لكن هذا عمل شاق أن نقوم بهذه العملية اليدوية للكل. برنامج الأكسل أعطانا خلينا نسميها فد ميزة جميلة، وذلك عندما قمنا بعملية إدخال هذه الدالة وبشكل يدوي ها هنا أو ها هنا تم بخزنها، ونستطيع أن نقوم بتطبيقها على جميع الخلايا التي تحت أسفل هذه الخلية، وذلك من خلال الوقوف فوق هذا المربع الصغير الأسود، سوف يتحول مؤشر الماوس إلى اللون الأسود وكما ترونه أمامكم. الآن بالضغط بالماوس ومن ثم السحب لجميع الخلايا سوف يخرج لدينا المجاميع لجميع الطلبة. هذه هي الطريقة اليدوية. الآن لنفرض أننا نريد أن نطبق طريقة أخرى قام البرنامج الأكسل بتوفير لدينا، وهي الدوال الجاهزة، وذلك من خلال الذهاب مباشرة إلى ما يعرف بشريط الدوال. طبعا أولا يجب أن نقوم بتحديد الخلية، ومن ثم الذهاب إلى فورمولا، ومن ثم ماتريك، والبحث على ما يعرف بدالة الصم. ثم إيش؟ بالضغط عليها هنا. طبعا انتبهوا هنا أنا صار أكو فت خطأ معين، يعني شو عرفت أكو خطأ مباشرة من هنا، لأن الناتج هو إشكال 595 اللي هو عبارة عن حاصل جمع هذول الدالتين. شنو الخطأ اللي صار؟ هنعيد تحديد ومن ثم سام فمثل ما بينا سوف نضغط ها هنا ومن ثم نذهب إلى math trick، ضغط عليه نبحث عن ما يعرف بدالة الجمع، ها هي. ننتبه ها هنا وجود خطأ، فكيف نتفادى؟ وذلك نذهب نحن ونحدد الخلايا التي نرغب في عملية جمعها ومن ثم نضغط على OK. فيجب أن ننتبه للذي يحصل، الأخطاء واردة، الوقوع. نذهب من جديد، نذهب ونبحث عن سام أيضا هنا حتى نتأكد أنه ماكو أي خطأ وقعنا به، والضغط عليه ومن ثم أوكي، وهكذا للبقية. هذا بالنسبة للطريقتين، الأولى الطريقة اليدوية والثانية اللي هي الطريقة التي جهزها لدينا البرنامج من خلال الفورمولا. أيضا نستطيع من خلال أيضا إيجاد الأفرج. أيضا يجب أولا أن نحدد الخلية، التي نرغب في إخراج المعدل في داخلها. ثانيا بإضافة المساواة. ثالثا بتحديد خلية المجموع، أوكي، مقسوما على العدد المواد 1 2 3 4، ومن ثم ضغط على أوكي. استخرجنا المعدل، وكما تعلمنا سابقا من خلال الوقوف على هذا المربع الصغير يتحول المؤشر الماوس إلى هذا الرمز، وبالسحب سوف تظهر جميع المعدلات ولبقية الطلبة، أو من خلال البرامج أو الآسف يعني المعادلات الجاهزة بالذهاب إلى مون فانكشن، نذهب statistical، وأيضا نبحث عن الأفرج لكي نستخرج الأفرج للشخص الذي بعده.
يجب أن ننوه على ما يعرف ب المتسلسلة serious. شو ما هي المتسلسلة؟ المتسلسلة بمعنى لنرى إذا رغبنا بأن نقوم بعملية ملء طابور من خلايا بالأرقام من 1 إلى 100، هل سوف نقوم بعملية الكتابة لهذه الخلايا 1، 2، 3، 4، 5 إلى آخره أم ماذا نفعل؟ كلا، نستطيع أن نقوم بملء هذه الخلايا بشكل مبسط. بعد أن كتبنا 1 في الخلية الأولى، 2 في الثانية، 3 في الثالثة، نقوم بتحديد هذه الخلايا. نجد كالمعتاد وجود هذا المؤشر الصغير يعني المؤشر، نضع هذا المؤشر السهم ونقوم بعملية السحب. سوف تظهر لدينا ما رغبنا به وهو خلايا وضعت فيها الأرقام من 1 إلى 100. كذلك نستطيع أن نطبق هذا الشيء مثلا على المضاعفات، مثلا 2، 4 إلى آخره، مضاعفات العدد 2. في البداية يجب أن نحدد الخلايا ومن ثم نضع المؤشر ها هنا ونسحبه، سوف تظهر لدينا مضاعفات العدد 2، وكذلك إن كان للخمسة، وحتى في حالة أنه مثلا -1، -2 إلى آخره، أيضا سوف تظهر لنا أو يظهر لدينا مثل ما تشوفون أمامكم. هذا ما يعرف بإنشاء المتسلسلة، ومن ممكن أن يكون هذه المتسلسلة لأيام الأشهر، للأيام وللأشهر وإلى آخره، وحسب ما يرغب به الشخص. بعد أن قمنا بإكمال هذا الجدول، نرغب في عملية الخزن، وكما بينا سابقا نذهب إلى الفايل، إن كان عملية الخزن للمرة الأولى نضغط على Save As، وكذلك نوهنا سابقا حتى لو ضغطنا في السيف وكان لأول مرة سوف يطلب منا تحديد المكان الذي نرغب فيه حفظ ورقة العمل فيه، فنفرض أننا وضعناه على الديسكتوب، يطلب من عندنا هنا هل ترغب في تغيير الاسم؟ فلنفرض نعم نرغب في تغيير اسمه، فبدل ما نكتب بوفون راح نكتب الجدول أو جدول الدرجات. جدول الدرجات، ومن ثم نضغط على سيف. وكما نوهنا سابقا، هذه الحالة إن كانت لأول مرة وطبقنا عليه Save أو Save As سوف يطلب من عندنا. أما إن كنا نحاول هنا فقط عملية تغذية، يعني ما تم تطويره من خلال إن كتبنا هنا مثلا 7، 14 إلى آخره، وسوينا متسلسلة جديدة وإلى آخره، نقدر مباشرة نروح شو نقول له سيف، بعد ما راح يطلب من عندنا، لكون أنه قد قمنا بعملية خزن هذا الشيت على سطح المكتب، ولا نحتاج أن نقوم بعملية تحديد مكانه إلا إن رغبنا نحن بهذه العملية. الآن نستطيع البحث عن قيمة معينة. كيفية البحث عن قيمة معينة؟ بالذهاب إلى الهوم ومن ثم فايند، بالذهاب إلى هذه، بالضغط عليه نختار فاين. فلنفرض أننا نرغب أن نتأكد أو لدينا خطأ في درجة لأحد الطلاب أو شيء معين، مثلا احنا شكينا أنه مثلا درجة مثلا 89، نشوف كم واحد احنا عدنا 89، فراح نقول له أوكي فايند أول. هنا طبعا هذا هو فنفرض مثل ما قلنا ردنا البحث عن درجة 89، نذهب إلى هنا find، نضغط على هذا الأوبشن ومن ثم نقول find all، سوف نجد أن قد تم إيجاد 3 درجات بهذا الرقم.
أوكي. الغاية مثلاً أن نريد أن نستبدلها بدرجة أخرى، فلهذا نذهب إلى الخيار الثاني اللي هو Replace، ونضع الدرجة التي نرغب في عملية استبدالها بها، فنفرض اللي هي 90 ونقول Replace All، سوف يقوم بعملية استبدال جميع هذه الدرجات. هذه الدرجات الآن لنذهب إلى ما يعرف بالترتيب، لترتيب قائمة من القيم، سواء كان هذا الترتيب أبجدي لكلمات أو ترتيب تصاعدي أو تنازلي لأعداد، يجب أن نختار نطاق الخلايا الحاوي على هذه القيم واللي نريد نرتبها. فمثلا أنا هسه هذولا اختاريتهم، أوكي، هاي الخلايا اللي احنا هسه مثل ما يقول هذولا الخلايا اختاريناهم. نذهب إلى السورت، نطلب منه أنه يسوي من الأصغر إلى الأكبر. هنا أنا أوكي حيقول لي أنه أنت expand the section، فراح يرتبها إلي من الأصغر القيم الصغرى إلى القيم الكبرى، وكذلك سوف يعمل هنا من خلالها على ترتيب أيضا القيم المرافقة لها بدون أن يقوم بعملية تغيير أو الإخطاء في عملية الترتيب له. الفلتر، ما هو الفلتر؟ الفلتر لغرض وجود مثلا الجدول، هو شنو احنا حتى ندير هذا الجدول بشكل كفو وفرز البيانات معينة بسرعة، نقوم بإضافة ما يعرف بالفلتر. فكيف نقوم بعملية إضافة هذا الفلتر؟ أولا نذهب إلى الصف الذي نرغب في عملية إضافة الفلتر إليه، بعد تحديده نذهب إلى هوم ومن ثم إلى فلتر ونضاف. كذلك الفلتر أيضا موجود بالداتا، أيضا موجود بهذا الريفرنس في مكانين. بعد تحديد الفلتر نقوم الآن لنفرض الضغط على هنا مكان العمل department. نفرض أني مدير قال لي أنه أوكي أني شيل من جماعة الإدارية جماعة القانونية، بقي لي بس الإعلام والمالية والمختبر، فمن شلتهم ظهروا لي فقط هذول أسماءهم والأعمار مالتهم، أو مو الأعمار آسف، وأنا ما خلي نقول عدد الأشهر اللي اشتغلوا بها في الجامعة. أو هنا قال لي من خلال الفلتر اذهب ما يعرف على النمبر فلتر واستخرج لي اللي عندهم خدمة أكثر من 20 شهر، فنحدد له هنا 20 شهر، ومن ثم شو نقول له أوكي. فبالتالي حدد لي فقط اللي عندهم أكثر من 20 شهر عمل موجودين عندي بالوحدة الإدارية أو المختبر أو حسب المكان العمل مالتهم. هاي بالنسبة لعملية الترشيح أو الفلتر. الآن نأتي على أهم ما يعطينا برنامج الأكسل اللي هو statistical chart، مخططات الإحصائية. فلكي نستطيع أن نقوم برسم المخططات الإحصائية يجب أن يكون لدينا جدول معين، هذا الجدول المعين نستطيع من خلاله تحديد والرسم. فمثلا حبينا أن نقوم برسم هذا الجدول الدرجات رقم 1، لكي نستطيع الرسم نحدد نطاق الخلايا الذي نرغب في رسمه بعد تحديد اللي هو الأسماء وكذلك المواد، لأنه نذهب إلى Insert ومن ثم نختار أحد هذه المخططات، نضغط ها هنا ونختار
هذا ظهر أمامي مخطط. يحتوي هذا المخطط على أسماء الطلبة والمواد. أوكي، نريد أن نقوم بتطوير هذا المخطط بحيث يظهر لنا ويرتب لنا الدرجات بشكل أجمل من خلال إذا هذا الزائد نضغط عليه، ومن ثم نضغط ها هنا ظهر لي الجدول اللي احنا عملناه داخل هذا المخطط. مثلا انا اريد اضيف الاكسس تايت هنا حتى نقول الاكسس تايت لمن، هل هو شنو بالنسبه للعمودي اللي هو الدرجات، بالنسبه للافقي اللي هي الاسماء الى اخره. مثلا انا هاي بالنسبه هنا ايضا اغير من الشكل حينطيني مجموعه من الاشكال اللي انا اختار أيهم أجمل أشوفه وخليه. هاي خليناها هاي بالنسبة للطريقة الأولى. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية لهذا العمل، أولا نحدد مكان، نذهب إلى Insert، نضغط على أحد المخططات سوف يظهر لنا مربع فارغ. من خلال هذا المربع الفارغ كليك أيمن نختار Select Data، ومن ثم نذهب ها هنا على هذا السهم وتظلل عمود يعني اللي أنت ستريده. مثلا هذا السهم ورا ما حددناه أوكي، ثم ندوسه Edit، ومن ثم الأسماء نقول له أوكي. أوكي، فظهرت مجاميع هذه هذول الطلاب مع أسمائهم، المجاميع مع أسمائهم. كما بينا سابقا أنه من خلال برنامج الأكسل من ممكن وضع وصلات داخلية لينكس، فكيف يتم هذا الشيء؟ أول حالة نذهب ونحدد الخلية المصدر، ولنفرض أن النيم هي خلية المصدر، كليك أيمن ومن ثم نختار كوبي. عندما اختارينا هنا هسه كوبي، أيضا نقف فوق الخلية وكليك أيمن ونقول له لينك. ظهر لنا مربع الحوار التالي. إذا كنت أرغب في عمل هايبرلينك مع ملف خارجي نختار الخيار الأول، أما إذا كنا نريد ملف داخلي من داخل نفس الملف فنختار الملف الثاني. فلنفرض عند الضغط على النيم سوف يفتح لنا الشيت الأول هذه الصفحة الأولى، فلهذا حقول له أوكي. فلهذا عندما الوقوف على سوف يتغير شكل الماوس إلى يد، فعند الضغط راح يحولني مباشرة إلى الصفحة الأولى الموجود هنا. أما لو كنت أحب أنه يكون هذا المكان هو وصلة خارجية هايبرلينك مع ملف خارجي، يتم ذلك أولا بنفس ما قلنا تحديد، ومن ثم كليك أيمن أيضا أقول له كوبي ومن ثم لينك. هالمرة حنختار قلنا الخيار الأول، وهالمرة شرح أقول له أوكي أني أريد بالنسبة إلي تفتح لي فد ملف خارجي يبيني عن الأكسل 2010، فهقول له أوكي. فلهذا عندما وقوف على كلمة الماث والضغط عليها سوف يفتح لنا ملف خارجي اللي هو يمثل برنامج الأكسل موافية. وشكرا لاستماعكم.